على بركة الله، اليوم تزامنا مع احتفالات الموصل بعيد النصر بذكرى مرور عام على إنجاز النصر على يد أهالي محافظة نينوى وأبنائهم الأبطال بالقوات المسلحة، تم افتتاح إذاعة النصر كقناة للتواصل مع أهلنا في محافظة نينوى. إن شاء الله راح تكون يعني قناة من خلالها راح يتم التواصل مع قائد العمليات، مع قادة التشكيلات، مع المسؤولين بالموصل. الغاية كلها هي في سبيل خدمة أهلنا بمحافظة نينوى، أيضا قسم من نشاطات أبنائهم بالقوات المسلحة سواء بالموصل أو بالمحافظة وعموم العراق أيضا راح يتم إذاعتها من خلال هذه الإذاعة، وإن شاء الله أداءها يتحسن يوم بعد يوم. وكل همنا مثل ما ذكرت أنه نكون دائما على تواصل مع أهلنا مدينة الموصل ومحافظة نينوى على وجه العموم. أتمنى كل الخير لهذه الإذاعة الفتية، أتمنى أن تنال إعجاب أهلنا في مدينة الموصل، وأكيد الإخوان بالإعلام هم حاضرين لسماع أي مقترحات تخص تطوير عمل الإذاعة. كما أهيب بالشباب اللي عندهم إبداعات، عندهم نشاط في مجال الإعلام، يقدرون أيضا يساهمون في إنجاح هذه الإذاعة. شكرا للأخ مدير الإعلام في قيادة عمليات نينوى، شكرا أيضا للتحالف اللي زودنا بهذه الإذاعة، ومبروك على أهلنا مرور عام على النصر المؤزر على عصابات داعش وتحرير المدينة وتحرير المحافظة وإعادتها إلى حضن العراق. شكرا لقناة الموصلية. الحقيقة اليوم نحتفي في قيادة عمليات نينوى بمناسبة افتتاح إذاعة النصر، هذه الإذاعة التي هي وجهت إلى أهلنا في الموصل وتبث برامجها من قيادة عمليات نينوى. لذلك نهيب بأهلنا بالموصل أن يتعاونوا مع هذه الإذاعة. الإذاعة وجدت من أجلهم، من أجل خدمتهم والإحساس بهم وبمعاناتهم وبمشاكلهم. نهيب من خلال قناة الموصلية الفضائية بأن يكون لهذه الإذاعة صدى لأهلنا في الموصل، ونحن كقوات أمنية نعاهد أهلنا بالموصل بأن نواصل القتال ضد العصابات الإرهابية ونواصل بناء المستقبل الزاهر وللموصل وللعراق وأيضا لهذه المحافظة العزيزة. مبروك للموصل ومبروك لأهل الموصل النصر على العصابات الإرهابية بيوم النصر. حقيقة اليوم بداية نهنئ أهلنا في مدينة الموصل الحبيبة ومحافظة نينوى خاصة والشعب العراقي بالذكرى الأولى لتحرير مدينة الموصل ومحافظة نينوى العزيزة. وهذا النصر تحقق بدماء الشهداء والتضحيات الكبيرة التي قدمت. اليوم عندما أرى مدينة الموصل وأنا متواجد مع أهلي وناسي في هذه المدينة الحبيبة، أرى الحياة، أرى الابتسامة، أرى الأمل بأن تكون هذه المدينة منبر في كل شيء إن شاء الله. أيضا بهذه المناسبة ومن خلال تواجدنا في قيادة عمليات نينوى وبجهود قسم الإعلام في هذه القيادة البطلة، تم افتتاح راديو النصر على التردد 107.3 FM. هذا الراديو سيكون هو للتواصل مع أهلنا في مدينة الموصل، وأيضا سيكون هناك فيه أرقام ساخنة في حال أن توجد أي مشكلة ممكن الاتصال بالقيادة، وأيضا ستكون هناك إرشادات ولقاءات مع الوجهاء والشيوخ وقادة الفرق وكل من يرى مناسب. أتمنى بهذه المناسبة أن يعم الأمن والأمان على العراق العزيز وعلى كل محافظات العراقية وخاصة مدينة الموصل الحبيبة. أنا لي ذكريات في هذه المدينة، عندما كنت ضابط برتبة ملازم أول ونقيب كنت يعني أتي دائما إلى هذه المدينة وعملت فيها، وكذلك دخلت دورات في هذه المدينة في معسكر الغزلاني في مدرسة ضباط المشات. لهذا حقيقة المدينة نحبها ونحب شعبها وأهلها وناسها. يا رب يحفظ العراق ويحفظ شعب العراق ويحفظ أهلنا وشعبنا وأحبتنا في مدينة الموصل.